يصادف اليوم 20 من يونيو اليوم العالمي للاجئين. وبهذه المناسبة دعا بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في بيان إلى عدم نسيان محنة الملايين الذين أجبروا على الفرار من منازلهم نتيجة الصراع والاضطهاد. وأدت الأزمات والصراعات الدائرة في عدد من الدول كسوريا والعراق وأوكرانيا وجنوب السودان إلى زيادة متسارعة في حصيلة المتشردين على مستوى العالم، وقد وصل عددهم عام 2014 بحسب إحصاءات للأمم المتحدة إلى نحو 60 مليون شخص.